بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، السادة المفوضون والوزراء الأوروبيون، السيدات والسادة، ممثلي المؤسسات التمويلية والدولية والأوروبية، السيدات والسادة، رؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية، الحضور الكريم، يطيب لي أن أرحب بكم اليوم ضيوفاً أعزاء على مصر، مثمناً مشاركتكم في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بيننا. السيدات والسادة، تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. ونحن نجتمع معاً للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. السيدات والسادة، لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثمار الأبرز للاقتصاد المصري.